عليكم. رجلي خدمت في الشركة هذه، الشركة ديال كابيتون، وكي يجي كي تسقي يدي الفلوس للبنكة كي يخرج الشيكات. البارح جمع 9:30 مشى عطاو شي شيكات يخرجهم، مشى ما عاودش رجع. حتى جاو عندي الدار قالوا لي راه ما فين عمر ما كاينش. قلت لهم انا ما كاش ندير خبر، انا ما عارفه والو. وصافي بدينا كي خرجنا كنقلبو، مشينا للبوليس. جاو عندي معطلين هذوك ثلاثة. قالوا لي عمر، قالوا ما عمر في الخدمة، قال لك راه ما كاينش، راه مشى البنكة وما رجعش. حنا دابا هادي راه من البارح في 9:30 ما شفنا، دابا ما كاينش. مشينا درنا ديكلاراسيون، مشينا للسبيطارات، ما خلينا ما درنا. حتى هما داروا ديكلاراسيون ديالهم الحاج، ولكن مازال دابا ما باين والو. شفنا شنو غادي يكون تعرضوا له شي. انا هو راجل طيب ومعروف ودرويش وبزاف، زعما راه الناس كلشي كيعرفوا. الجامع، الخدمه الجامع، هادشي نزل علينا من السما. ما الله لعان بينا، راه عينا نبكي وعينا نغوت وعينا. دابا كنعاينو ربي شنو غادي، شنو ما كنعاينو، شنو غادي نسمعو عليه. انا كنطلب ملي شاف هاد التصويره يبلغنا. الله يرحم الوالدين، راه حنا كنتحرقو بالله العظيم. وصافي هادشي راه. السلام عليكم، انا اخت المراه ديال عمر. السيد من البارح ما عندنا عليه خبر، ما خلينا فين فتشنا، خلينا الكلينيك، لي زوبيتو، كوميساريات، الخنادق، المواطع اللي تيران اللي خاويين، تما مشينا كنفتشو فيهم حتى العرش من ساعه بالليل عاود الصباح هايداك عاود كنمشيو عند لي ماغازان اللي كاينين حدا البنكة اللي كنخصو يمشي ليله نشوف واش عندهم دي كاميرا باش نفتشو فيهم. ما حتى لحد الان ما عندنا حتى شي خبر. السيد معقول بزاف ومدار الجامع الخدمه، هادشي اللي كيعرف غير دارو وليداتو. اذا سقسيتو عليه سيد معروف المعقول ديالو. ما اش غادي نقول لك، زعما الله يحد الباس وصافي. كنقولوا ربي يجيبها طريفه وصافي، على الله يكون غير في شي. المهم السيد كان عنده الفلوس، اذا كان عنده الفلوس مي كنسمعوا الفلوس دائما كنسمعوا الخطر. حنا ما نبغيش شي واحد الله يحفظ يأهديه، واذا الله يرحم بها الوالدين كان عندكم. الله يجازيكم بخير، اذا شي واحد شاف التصويره ديالو وشافو في شي موطع عرف عليه شي حاجه، النمره راه هي عندكم تما، اتصلوا بينا في اي ساعه في اي وقت. حنا حتى حنا بوليس كيعمل الدور ديالو، حنا عاوتاني من الجهه ديالنا حتى حنا عاوتاني كنحاولوا نقوموا بالدور ديالنا. الله يجازيكم بخير وهادشي ما كاين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.